أهلا بكم. منتخبنا الوطني يخوض أولى وحداته التدريبية في مانيلا لمواجهة الإياب بين العراق والفلبين في 26 من الشهر الحالي. مدربو ريال مدريد كارلو أنشيلوتي وافق على تجديد عقد أندري لونين الحارس الأساسي خلال الموسم الحالي، وذلك عقب إصابة تيبو كوروتا. قوات الأمن الروسية تؤكد أن المشتبه بهم في الهجوم على صالة للحفلات الموسيقية في موسكو كانت لديهم جهات اتصال في أوكرانيا إلى حيث كانوا يعتزمون الفرار. في تونس تتزايد مبادرة الإفطار الخيرية في شهر رمضان وتتركز في الأحياء الشعبية، وتشهد هذه الموائد إقبالاً ملفتاً لا سيما من قبل محدودي الدخل. استقبل البرلمان الألماني أولى نائبة صماء والتي شغلت مقعدها في لحظة، وصفها رئيس المجلس بأنها تاريخية. شكراً لكم.